داخل بيت ابوك؟ ايه دي مش عايز حد يشوفني. طبعا يا اخويا ما انت هربان انت وعماد من الحكومه. خش خش. في حد عندك؟ وده مين بقى اللي هيكون عندي في ساعه زي دي يا فادي؟ انا قصدي يعني زلطه هنا. ايه ناوي تخون صاحبك ولا ايه يا برنس؟ شكلك انت اللي عايزه تخونيه، بس انا مش هنقولها لك. انا عايزك في مصلحه، انا استفيد وانت تستفيدي. اموت انا في المصلحه. انا اصلا مسكك فيكي بقالي 4 ايام وانا مسكك ان في حاجه. الله كان بده هنا انطق قبل ما تبوح. يا دي يا زلطه، عايزك في مصلحه. مصلحه ايه جدع يا واد؟ البرنسي جايب لنا مصلحه حلوه، اسمع له. استغفر الله العظيم يا مدام، انا بتكلم عربي. قلت لك مفيش حد دخل هنا بالاسم ده. طب ارجوك دور تاني، هو انت مش قلت لي الاسم ده عدى عليك؟ غلطت يا ستي، جل من لا يسهو. بعدين دخل فلوسك، احنا بنخدم لوجه الله. ويا ريت بقى تفضلي توكلي على الله، ما تعطلناش اكتر من كده. يا اخويا بالراحه الله يطايلك عيري، هو في ايه بكلمني عادي زي ما بكلمك عادي؟ لا ده انت بقى عليكي 6 عوا وشكلك كده مش هتمشي بالساهل. انا هندهلك لاني خرجك بره. استنى اما اخاف يا اخويا، اديني خارجه لوحدي بس ما تعملش عليا مهم قوي كده. جاك طاعون. مالك مركب وشك يا هبل؟ ايه جعان؟ طب ما تتنيل تدفع. انا معيش فلوس. انت قاطع دراعك وبتشحت عليك، ما على قلبك فلوس الشقه قد كده. خلص انا بقى فلوس الشقه دي وما الاقيش اكل بعد كده. الفلوس دي انا شايلها علشان اجيب بيها شقه تانية. يعني انت تجيب شقه وانا اكلك؟ انا قلت لك اكلني، انت بتسالني مالك؟ قلت لك جعان. طب بس بس بس، شايف الفرد الجامد ده؟ انت طول عمرك ذوقك بلد، انت ما تفهمش في النسوان. ريح بقى، خلينا نتفرج. الله الله، يعني عواطف زي ما راحت زي ما جت، لا جابت خبر ولا ودت خبر. بس خدت بالك انت انه قلقان من عواطف؟ قلقان ايه يا عم؟ دي بتقولك انا هجيب لها الامن. يبقى خايف وبيزق. الحكايه كده شكلها مش سالكه يا عماد. انت كل حاجه عندك مش سالكه، واللي مخبيه ده هنعرفه ازاي؟ احنا الاول نتاكد ان هي المستشفى، ولو حصل يبقى الموضوع محتاج مخمخه. طب مخمخ انت براحتك وانا داخل انام. انت رايح فين؟ انت هتنام معايا هنا؟ امال عنايات هتنام فين يعني؟ يا ليلى بنفسجي، هي عنايات هتنمى عزة؟ مساء الخير يا فندم. ايه ده؟ ابراهيم بيه بيمثل حضرتك. ابراهيم مين وزفت مين؟ انت ما تجيبش حاجة هنا لما تسألني الأول. ده كده ابراهيم بيه يزعل، ده راجل 100 100. ما يزعل ولا يتفلق، شيل الزفت ده من هنا. أنا آسف جدا يا فندم، آسف. عجبتك الهدية؟ هدية ايه وزفت ايه؟ هو الراجل المحترم لما يحب يجيب هدية لواحدة ست يجيب لها ازازة خمرة؟ حد قالك ان انا من اللي بيمشي يقولوا انا جدع؟ قشطة على البلدي، احنا بس حبينا نعمله معاكي واجب على الراس الجامد ده. واجبك وصل يا عيني، بس للاسف ماليش فيه. عن اذنك. مش قلت لك بلدي؟ عليا النعمة، انت ما بتفهم. يا عمر ما تسيبك شويه من الاكل وركز معانا. ما حدش راح له المستشفى يزوره ويطمن عليه. بيني وبينك انا خفت على اللي زقها لي، ولو كنت سالت عليه هيقول انا اللي خبطته، والحكومه لما تصدق تلزق اي حاجه لاي حد عشان يسددوا القضيه. طب انت مش قلت الواد اللي خبطه هو اللي خده ومشي؟ الواد كان شكله واصل قوي، كل اللي في المستشفى كانوا بيجروا عشانه، ده حتى الدكاتره اتلمت على الجدع المصاب، فلما لقيت الجو قال كده قلت يا واد يخلع. يبقى الحكايه كلها في الواد ده، احنا لو عرفنا نوصل له يبقى الحكايه اتحلت صح.
يا عمنا ده الموضوع قديم وعدى عليه سنين، انا مش عارف ايه اللي مخليه معشش في دماغي لغايه دلوقتي. لا ابدا يا عمر، انا عندي مصلحه كده في الحكايه دي، بس انت بقى لو عرفت توصل للواد ده او عرفت هو مين هظبطك. عينيا عم عبده الحساب يا جدع. عيب اقف بس، عيب يا عمر. حاسب يا عمان ده خمس طبق سعيد يا جدع. عيب حاسب بقى. عيب عيب عيب. طول عمرك برنس يدوم العز. انما انا سمعت ان الحكومه كانت بتدور عليك. ليه يا برنس؟ هو في اي حلوه منك ليها؟ هتفضلوا طول النهار قافلين على روحكم كده ولا ايه؟ انا بلبس يا عواطف ورايحه الديسكو. وانا نايمه وتعبانه، الحمل موخمني. اسم الله، جرعيه هتعملوا عليا هوانم؟ طب لا انتي خارجه ولا انتي نايمه غير اما تخلصوا اللي وراكم. عايزه مننا ايه يا عواطف؟ اتفضلي يا اختي، قومي شطبي المواعين اللي في الحوض مطرح ما تفحته. هو انا يعني كلتي لوحدي؟ ما انتوا كلتوا معايا، بعدين انا اللي طبخت. قصدك ايه يا بنت راجب؟ ايه يا عواطف انتي بتقولي يا شر شطر ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ من امتى يا اختي بتحامي العزه؟ لا طول عمرها حبيبتي، عزه حبيبتي، امها حبيبتي وابوها حبيبي، مش كده يا عزه؟ طبعا ده انتي الغالية. تقعدي تتفقوا عليا؟ طب اقسم بالله لو ما قمتي شطبتي المواعين لكن ماسحه بيكي بلاط الشقه يا عزه. احنا اتسيح لنا جامد يا سعيد، والناس كلها عرفت ان الحكومه بتدور علينا، ما تيجي نقعد في اي حته من الدريه جوه. مظبوط. وايه اللي مظبوط؟ انت سرحان ومسامعني وشكلنا هنشرف على البرج. الناس اللي في المستشفى اهتموا بحماده لان هم عارفين اللي خبطوا، صح؟ صح. ايه؟ وعواطف لما راحت لهم قالوا لها ان احنا هنجيب اخر الموضوع، بس بعد كده رجعوا في كلامهم، ده معناه ان هم لسه بيداروا عليه، صح؟ يا ابن اللعيبه مش فاهم، احنا بندور على حماده ولا بندور على اللي خبطه؟ ما هو ده هيوصلنا لده. اقفل انت. لا يا حبيبي مش شرط، احنا مفروض ندور على حماده عشان اكيد اللي خبطه ما يعرفش حاجه عنه، خصوصا بعد المده الطويله دي. طب تعرف تصرخ وتعمل ان في حاجه حصلت؟ اعرف. صرخ. الحقونا يا اخوانا، دكتور بسرعه، فين الطوارئ؟ دكتور بسرعه، صاحبي هيروح مني. الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني. انتوا فين؟ فين الدكاتره؟ شيلوا معايا يا حبيبي يا سعيد. يا رب يا رب يا رب. كان زي الفل، فجأة لقيته دروخ وسخسخ وقع مني. على اي حال احنا هنحطه تحت الملاحظه لمده 24 ساعه وهنعمل شويه تحاليل وفحوص، بس انت ما تفتكرش ان هو كان بيشتكي من حاجه معينه؟ عمره ما اشتكى من حاجه. دكتور طمني، هو عنده ايه؟ عنده ايه؟ اطمئن، هو الكشف المبدئي ما بيبينش كل حاجه، لكن بعد التحاليل والفحوصات هنعرف ان شاء الله. واطمئن عليه، بس ارجوك ابعد على الحسابات. من جنيه ل 100,000 جنيه، بس اطمن عليه، ده صاحبي الوحيد، يا رب اشفيه. ايه رايك بقى يا اسطى، كويسه كده؟ وريني كده. انت بقيتي شاطره قوي يا ظريفه، انت بتتعلمي بسرعه. يعني هنفع يا اسطى؟ انت مخك نور وهتشرب الصنعه. مقوام، بس في غلطه قد كده اهو. غلطت في ايه بقى يا اسطى؟ ما انا سبت اللزق شويه وبعد كده خيطتها زي ما انت علمتني. الفرده دي ما تتلزقش مش عشان ما ينفعش، لا عشان صاحبها على قده، واللي هيدفعه مش هيوفي حق الكل. نوم ايه؟ نديها غرزتين يمسكوها وخلاص. فهمت يا اسطى، بس انا كنت هعرف منين ان هو معهوش يدفع؟ واحده واحده هتعرفي الناس وهتعرفي كل واحد يلزمه ايه. يلا يلا بقى خلصينا ولا هنقضيها كلام. حاضر يا اسطى. ظريفه. نعم يا اسطى. انا مش عاوزك تقولي لي يا اسطى، قولي لي يا عمي، قولي لي يا خالي. بصراحه الواد سلامه كرهني في الكلمه دي. انا هقول لك يابا. اعمل لك معايا شاي. هو الواد سلامه مش نازل ولا ايه؟ انا قمت من النوم ما لقيتوش جنبي، بس تلاقيه هياخد له لفتين زي عوايده ويرجع. والله انا خايف من حكايه نزول الشاي. انا بقول نحبسه في البيت احسن. لو النبي يابا، سايقه عليك النبي ما تضايق، هو هياخد له يومين وهيرجع بعدهم زي الفل. ربنا يحنن قلبك عليه يا بنتي كمان وكمان. هما تايهين مش عارفين عندك ايه، بس شكلهم هيشتغلونا في الفلوس. ما هو ده العادي، كلها يوم ولا اتنين واجيب لك قرار المستشفى دي. يا خوفي اللي هيطلعوا من بتوع تجاره الاعضاء
يخدروك بالليل تصحى تلاقي نفسك من غير لا كلية ولا عين. الله يخرب بيتك، انا كده هيجيلي نوم. خد يا هيم جرب دي. ايه ده؟ لا عادي يعني، عشان انت جايب نوع تاني، النوع ده هيعجبك، دوقها حلو. شوف انا اعرفك بقالي قد ايه، عمري في حياتي ما شفتك بتشيل اكل من قدامك تديه لحد تاني. لا يعني انت صاحبي، انا بحبك يا هيمو، انت انتيم. في ايه يا وصفي؟ مالك؟ حوريه عامله ايه؟ نعم حوريه مين؟ مش انت اختك اسمها حوريه؟ المفروض. وانت مالك ومال اختي؟ لا عادي يعني، بسال عليها زي ما بسال على والدتك يعني. هات من الاخر يا وصفي. انت ايه رايك فيا يا هيمو؟ شخصيه زباله. انا بتكلم بجد ما بهزرش. وانا بتكلم بجد. انا عايز اناسبك يا هيمو، انا متعلم والحمد لله يعني زي الفل، واشرفك. وبعدين اختك بنت محترمه وزي الفل يعني، ليه لا؟ اوعى تجيب لي سيره بالموضوع ده تاني، لو جبت لي سيره بالموضوع ده تاني همشيك من هنا، انت فاهم؟ فاهم. طب ما كلمتنيش ليه؟ انا هبلغ البوليس. ايه ده بس وافهم، بلاش الحمقه الكدابه اللي انت فيها دي، ما انت فاهم كويس قوي وجايب رجاله يحموك، ما فكرتش تحمي امك واختك؟ ما جاش في بالي انه هيجي هنا، انا قلت هيجي ورايا انا. تعال معايا انا عايزك في كلمتين. خليك انت. ناوي تعمل ايه بالفلوس اللي معاك يا ابراهيم؟ هعمل بيع مشروع، بس لو عايزين حطوا فلوسكوا على فلوسي ونكبر المشروع. الفلوس دي مش فلوسك. الفلوس دي فلوسي، ولا تكوني بعد اللي عمله عايزه تديها له؟ انا قلت له هات لي ابني اديك الفلوس. حلو قوي، مية مية، عشان انا واثق ومتاكد انه مش هيلاقي. اخص عليك يا ابراهيم، يعني مش فارق معاك اخوك؟ لا طبعا، بس بعد 5 سنين مفيش امل. انا هسيب لك واحد من الرجاله اللي بره ياخد باله منك. ويقعد في وسطينا انا واختك؟ هيبقى واقفيه على الباب. طب بدل ده وده ما تيجي تقعد معانا. ما بقاش ينفع يا ماما. خلاص مش عايزين منك حاجه يا ابراهيم. هو في ايه يا جندي؟ هو انا ما ينفعش اكلمك كلمه من غير ما تزعلي مني؟ عزه عزه، عزه عزه، تعالي. يا سلام يا حبيبي. شفتيش عزه؟ لا ما شفتهاش. خد. يا ابني انت هتفضل ضارب جوزك كده؟ ما تسيبك منها. انا مش عارف انا فيها ايه تعيب، انت نسيت انا ابن مين؟ بالراحه على نفسك يا صفصف، المثل بيقول صاحبك اللي تحبه لا تعامله ولا تناسبه، بس انا هظبطك والعشاء النهارده على حسابي. اه كان كده ماشي، كلام قشطه. الحق فرده البلد اهي جت. العشاء اطلب اللي انت عايزه وانا هدفع لك. ليه كنت؟ مساء الخير. مساء النور. انا جاي اعتذر. على ايه؟ انا خلاص نسيت، مفيش حاجه. يبقى انت قلبك ابيض. يا عم الابيض ولا حاجه، اصل الدنيا دي صغيره والحياه قصيره، يعني من الاخر كده لو كنا نعيش لنا يومين نعيشهم حلوين بقى ونتبسط.
ده انت فيلسوفه كمان، يعني جمال ودماغ. ما تيجي نرقص؟ بس بلدي. طبعا بلدي. اتفضل يا اخويا، بقى زي الحديد، بس انت من وقت للتاني يبقى لمعه بالورنيش علشان الجلد يطرق وما يتقطعش. تسلم ايدك يا استاذه ظريفه، والله انا مستخسرك في الشغلانه دي. نصيب بقى، كل واحد بياخد نصيبه. ممكن تديني 2 جنيه؟ بس ده انت حيتيها بايديك الحلوين دول. 5 جنيه اهي. لا يا اخويا، حسابي 2 جنيه بس وبارك الله في مرازق، والباقي بتاعك اهو. بس انا ليا مزاج اديكي 5 جنيه. بقول لك ايه، خلي نهارك فل واصطباحتك تعدي، احنا يا اخويا ساعه صبحيه. اتفضل الباقي بتاعك اهو وسيبني اكل عيش. وتاكلي عيش ليه؟ ما تاكلي بقلاوه، انا صعبان عليا الايدين الحنينه دي في الشغلانه. صباح الخير يا ظريفه. خير يا حسام. صباح الفل يا عم فرغلي. كده حسابنا خالص يا اسطى. سلام عليكم. ماشي يا حسام. ما صحتنيش ليه يا ظريفة قبل ما تنزلي؟ افتح معاكي، انا عارف ان باب الدكان بيعاصلك. ما انا قلت اسيبك ترتاح شويه يابا وتاخد كفايتك في النوم، وبعدين الحاره مليانه ناس ولاد حلال بيساعدوني في فتح الدكان. امسك بقى الاستباحه دي. الخير على قدوم الوردين. ربنا مبارك من ساعه ما نزلت المحل. هو سلامه لسه ما ظهرش؟ لسه يابا، ربنا يجيبه بالسلامة. تفضل راجل والست تفضل ست. ما احبش ان الست تشتغل، يعني تكون قاعده في بيتها كده معززه مكرمه، كل طلباتها تجيلها لحد عندها. بس يا ابني انا ما علمتهاش عشان تفضل ماسكه في ديلك، دي صيدلانيه قد الدنيا، عايز تقعدها في البيت. وهي عايزه ايه من الشغل؟ اللي اعرفه ان معاها فلوس، يعني الشغل ملوش لازمه. يعني الراجل كمان لو معاه فلوس مفيش داعي بقى يشتغل. هو حضرتك شغاله في المجلس القومي للمراه وانا ما اعرفش؟ يا ابني من غير تريقة، البني آدم ما بيحسش بقيمته إلا وهو بيشتغل، على الأقل حتى قدام نفسه. خلاص، مادام هي مصممة على موضوع الشغل ده أنا ما عنديش مشاكل، ممكن أسيبها تشتغل. مع إني كان عندي اقتراح إن إحنا نفتح مجموعة صيدليات وأنا اللي أديرها، يعني أصحابي كتير عملوا كده. هو أنت يا ابني داخل فينا شمال كده ليه؟ مش لما تشوفك وتشوفها ويحصل القبول. لو النبي كده برضه، أنا اللي صدقتك وفكرت إنك هتخاف عليا وتحافظ عليا تطلع زي كل الرجالة طمعان فيا. أمال أنت جاية هنا ليه؟ ليه نار أسود؟ أنا كنت بدور على الحب والحنان، كنت فاكرة إن أنت هتفهمني وتخاف عليا. أنا هفهمك وأخاف عليك. لو أختك ترضى حد يعمل فيا كده. طبعا ما تقبلش ده على اختك، لكن ترضى على واحده غلبانه زي انا. لا اسف. وانا ماشي. استني، هتروحي فين؟ اروح مطرح ما اروح. انت لابس سكك احن عليا منك. انا هاجي معاك اوصلك. لا انت بقى تنساني خالص، ولما انزل اوعى تيجي ورايا وما تتصلش بيا ابدا. كنت
فاكراك بتفهم. طلعت حمار مش كده؟ معرفش بقى، انت أدرى بنفسك. وبذمتك يا ماما ده بني آدم أساسا تافه وسطحي وطماع، ده كل اللي يهمه الفلوس وبس. أنا قلت هو بني آدم كويس وهيريحك ويطلعك من اللي انت فيه، بدل ما انت قاعدة تفكري في اللي فات واللي مضى. ممكن ما تشغليش بالك بيا؟ وبعدين انت مستعجلة على جوازي كده ليه؟ هو انت زهقتي مني خلاص ولا ايه؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حورية، أنا بس يا دنيا قصدي ترجعي تنوري من تاني. وقال ايه طلع يخوفني كمان من اخوكي انه هياخد فلوسي وفلوسك بالتوكيلات اللي معاه. وهي فين التوكيلات دي اصلا؟ ساعه ما اديتهم لاخوك يصرف بيهم الفلوس. ما اعرفش. صباح الفل يا عم فرجان. صباح الفل. اجيب لك حاجه من القهوه تشربها؟ لا متشكرين. متشكرين يا حسام. تؤمر عم فرجان تؤمر. الف الف سلامه يا حبيبي. ايوه 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 يا اللي على الباب جايه. صباح الخير. صباح النور. خير يا حسام؟ في حاجه؟ خير ان شاء الله. اصل انت ما نزلتيش المحل النهارده، قلبي كان عليكي قوي، قلت اجي اطمن. اصل انت غاليه عندي قوي. انا لا طلعت ولا نزلت، كل لما اجي اخرج الاقي عسكري وقفلي على الباب. ما اعرفش ليه. ما ينفعش اخرج، لازم انت تيجي بنفسك تشوف ايه الموضوع بالظبط. خلص يا عماد. طب سلام. سلام. العظيم هو اللي نط قدام العربيه، وبعدين انا مش فاهم ايه اللي خلاه يعدي وانا بعدي. ها عامل ايه النهارده؟ انا تمام تمام التمام يا دكتور. حاول يا ناس الحاول يا خالد. حاول الحاول. تعالى هنا الحاول يا ناس الحاول. خشوا عندي المجنونه مرات المجنون. انا مجنونه يا عفش يا موديل نجس يا معفن يا قرع. بس ما تقوليش هقرع. انا كلمتك يا بنت، انت بتتبحكي بنت. انا ما بنتك يا شطان الانس. انت فاكرني ايه يا سيبيه يا بنتي، مش عاوزين مشاكل. قرع الكلب ده يا ما فاكرني لقمه طريه وطالع يتمحر. استخص عليك ايه اللي طلعكوا يا بابا؟ سيبني عليه هنا يابا. لو نظف قرعته بشمشم اللي انضف من وشه. حوش عني المجنونه دي يا عم فرغلي ونبي حوش عني. انا كنت طالع اسال على السلامه. لما انت طالع تسال على السلامه ما سالتنيش في المحل ليه يا انت؟ حوشوني يا ولاد حوشوني يا ولاد. ما حدش هيفيدك مننا يا معفن. يا قرع. كده كل حاجة ترصت جنب بعضها. الواد اللي خبط حمادة دكتور، وابوه صاحب المستشفى دي. تلاقي شهادته مضروبة زي اللي كنا بنعملهم زمان. أيوة، عشان كده الراجل خاف على ابنه وردم على الموضوع. بس كده الحكاية بقت صعبة قوي، مش هنعرف ناخد منهم لا حق ولا باطل. بالعكس، ده كده أسهل. طالما عنده حاجة يخاف منها يبقى هنوصل معاه النتيجة. المهم تتلعب بمعلمة. معلم والله ما عرفت انام بسبب ضميري. مش مصدقه بجد. انا حاسس ان انا ندل. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. انت عايز ايه مني يا ابراهيم؟ بص بقى، انا واحده غلبانه ومكسوره الجناح، يعني مش حمل انك تلعب بيا. لا، انا رحت عند واحده قريبتي قلت لها ان انا جايه ازورها واقعد معاها كام يوم، يعني على الاقل هقعد يوم. طب مش عايزه تشوفيني؟ لا مش عايزه اشوفك. طب انا عايزه اشوفك. لو عايز تشوفني صحيح يبقى بشروطي. خلي بالك يا ابراهيم، البنت دي اشتغاله، ابعد عنها احسن لك. يعني هتكون اشتغاله اكتر منك؟ على الاقل مش عايشه على قفاها. انا مش عارف بصراحه ايه اللي عاجبك فيها. وانت ايه اللي مش عاجبك فيها؟ يعني شكلها كده بلدي بيئه. طب ما احنا بنشوف بنات عاملين فيها جايين من باريس ومن نيويورك وهما مقشفين اساسا. على الاقل دي ما بتمثلش. يا ابني الواحد لما يحب واحده تاخده وتطلع بيه فوق، مش تاخده وتنزل بيه ارض. ولما هو كده انت تقدمت الحريه ليه؟ ما انت عارف اصلها وفصلها. ايه ده، انت بتقارن حريه بعنايات؟ انا مش بقارن، انا بتكلم عن النظريات اللي انت حاططها يا عم فيثاغورس. على فكره بقى، انا كلمت الحاجه وقالت لي هبقى ارد عليك. يعني انت رحت؟ اوعى تكون فاكر ان امي هتجوزك حريه من غير علمي. انا بستحملك بس عشان انت بتسليني. لما هتبدا تعمل عوق هقول لك مش عايز اشوف وشك. يا عم انت زعلان عشان عايز اتجوز اختك؟ لا، انا متضايق عشان عارف ان انت عايز تستقرضني وتستقرض حريه. انت طمعان في الفلوس يا وصفي، وانا مش هناولها لك.
عينك قدامي يا حرمه. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ دول حراميه وعايزين يسرقوا المستشفى يا دكتور. اقفل خشمك يا وليه بلا جلع اللي بديت ده. اقعدي هنا. بقول لكم انتوا مين وعايزين ايه؟ انا حسان الدهشان كبير الدهشنه فاجئ قبلي. واني صدام ابن معمر التميري. انعم واكرم. ممكن بقى افهم انتوا عايزين مني ايه؟ جيت للحته العفشه. جايين ناخد روحك عشان ناخد بطارنا ونرفع روسنا وسط التماينة والدهشنا. تاخد بطارك مني انا؟ ليه؟ عشان قتلت اخونا. اخوك مين؟ انا ما قتلتش حد. انا فكرك معذور. انا نفسي سواعي بنسى اللي قتلتهم. فاكر الحادثه اللي عملتها من 5 سنين؟ أنا اياك تقول ما عملتهاش. لو كدبت هتخش النار، وانت دلوقتي بين ايدين الرحمن. والادعمنا قالولنا ان انت خبطت بعربيتك، مش كده يا كبير؟ صح ياسين. وادعمنا يشهد، او جابر يشهد، وعبد سلام يشهد، ومحمد يشهد، وعبد الرحمن يشهد. نسيت عماد يا كبير. صح، عشان ما يزعلش. وعماد يشهد. كلهم كانوا بياكلوا فول من العربيه اللي قدام الحادثه. ها قول لا اله الا الله. طب استنى بس، انا هقول لك على كل حاجه. الراجل ده ما ماتش. الراجل ده انا جبته وعالجته هنا على حسابي. لا مش ده. اللي دخل المستشفى رجله كانت مكسوره ودماغه سليمه. الراجل بتاعنا دماغه اللي مكسوره ورجله سليمه، مش كده يا كبير؟ كده. انا هقول لكم على كل حاجه. قول. الراجل ده انا بعد ما خبطته وجبته على هنا في المستشفى وقعدته في افخم سويت عندنا، بس بعد كده اكتشفنا انه عنده فقدان في الذاكره. وفقدان في الذاكره يعني عاهه مستديمه، ولو كنا قلنا كده كانت هتبقى مشكله كبيره، وكان ممكن اروح السجن ومستقبلي يضيع. كمل. بابا زور في التقرير الطبي بتاعه. زور اتفوع الرجاله. هو كتب في التقرير انه حصل له كسر، وانه مش هيحتاج علاج اكتر من 10 ايام. بس احنا بعد ما خف شغلناه عندنا هنا في المستشفى، وتعرف على ناس موجودين هنا وخدوه معاهم ومشي. بتتكلم جد؟ والله العظيم هي دي الحقيقه. يخرب بيت ابو اللي جاب ابوك. والناس دول تعرف عنوانهم؟ مالك مش مبسوطه؟ لا مبسوطه قوي. وده شكل واحده مبسوطه قوي. يا ريتني ما رجعت اشوفك تاني يا ابراهيم، ولا عرفتك ولا اتعلقت بيك. ما كانت الحكايه خلصت خلاص وخلصنا. لا وكلام كلام واحده مبسوطه قوي. في ايه يا عنو؟ مش خلاص صافي يا لبن؟ انا اتعلقت بيك يا ابراهيم، وخايفه بعد ما اسيبك قلبي يتكسر. خلاص يا عنو ما تسيبنيش. مش قلت لك قلبي هيتكسر؟ ما انا عارفه نصيبي وبختي يا بنت الحلال. وانا قلت حاجه غلط؟ الغلط تحت كلامك يا ابراهيم. بصراحه بقى انا ماليش في الحرام. في ايه يا ابراهيم؟ هو انا كلامي ملدش عليك ولا ايه؟ طب اشوف وشك بخير بقى. استني بس يا عنايات. ازيك يا حوريه؟ وليك عين تيجي لغايه هنا؟ انا عملت اللي عليا ولقيت حماده، ناقص انت تعملي اللي عليكي. هو فين؟ معاك؟ لا بس عرفت مكانه. وتفتكر بقى لما تقولي كده انا هصدقك؟ ايه لعبتك الجديده يا برنس؟ المهم هتكذب الغطاس. مش هتقولي اتفضل؟ اظن انك اخر مره لما جيت ما استنيتش حد يقولك اتفضل. لما تدوس على حد طول الوقت ما تطلبيش منه انه يتصرف بعقله. تاني عامل نفسك انت الضحيه واحنا الظلمه المفتريين؟ انت بلغت عني ان انا قتلت حماده وهو عايش. في اكتر من كده ظلم؟ برضه مش هصدقك الا لما اشوفه بعيني. ماشي وانا مش عايز اكتر من كده. فين الحاجه جليله؟ بتكلمي مين يا حوريه؟ ولا كانك قلت حاجه ولا كاني سمعت حاجه. يا عنايات الجواز العرفي ده جواز؟ لا يا حبيبي العرفي ده انا ما اعرفوش. الجواز اللي انا اعرفه يعني مأذون وعقد مكتوب. بس انا مش جاهز للجواز. يا حبيبي ليه؟ مستني تكون نفسك ولا ماما مش هترضى تجوزك؟ يا عنايات انا نفسيا مش بفكر في الجواز. مش بتفكر في الجواز؟ هو انت مش لسه بتقول ان العرفي ده جواز؟ لا الجواز ده حاجه تانية، بيت والتزام. اياكش يا ابراهيم تكون فاكرني طمعانه فيه. لا والله مش قصدي. خلاص تعال نفكها من بعضها. انا لا عايزه مقدم ولا عايزه مؤخر، وحبرك من كل حاجه في عقد الجواز، وهنعيش مع بعض عيشه كويسه وما يرضي الله. ولو واحد فينا قال لي مع التاني اهو اللي يربطني بيكي من طلاق، ساعتها ترميه ويا دار ما دخلك شر. يعني ايه؟ ابني ناسي كل حاجه؟ ده الكلام اللي قاله الدكتور، وهو اكيد ما افتكرش، لان لو كان افتكر كان رجع. على فكره يا ماما انا مش مصدقاه، ده اكيد ملعوب من ملاعيبه اللي ما بتخلصش. صحيح سعيد. صدقيني المره دي يا حاجه، وبعد كده ما تصدقينيش تاني. يا سلام، يعني انت لو كنت بتكذب كنت هتقول؟ انا المره دي مصدقك. قلبي بيقولي انك ما بتكذبش عليا.
طب ما هو كدب علينا قبل كده، قلبك ما قالكيش ليه؟ المرة دي ما ينفعش أكدب يا دكتورة لأني صاحب مصلحة، لو حمادة رجع فلوسي هترجع لي. خلاص يبقى نبلغ البوليس ونقول إن حمادة عايش، وبكده تبقى دي الطريقة اللي بتثبت بيها براءتك. وأنت فاكرة لما أروح أبلغ هينزلوا معايا؟ أكيد هتحبس وتعرض على النيابة وهتنيل آخد حكم قبل ما حد يفكر يدور عليه. معها حق يا حورية، انا هخش البس واروح معاه. انت عايزه تيجي تعالي، مش عايزه اخليكي قاعده. استني بس يا ماما، مش نقول لابراهيم يجي معانا؟ ابراهيم ده ايه؟ ابراهيم هيعقدها، ما انت فاهمه وعارفه. مش وقته دلوقتي، الوقت متاخر، بكره الصبح من بدري هننزل عشان احنا لسه مش عارفين المكان. المهم لو رجع حماده هترجعوا لي الفلوس؟ انا وعدتك يا ابني ووعد الحر دين. والفلوس اللي عند ابراهيم؟ انا ملزوم اجيب حالك منه. وانا قبلت زواجها بنفسي ولنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا ألف مبروك. صلي يا أخويا على هيشفع فيك يوم الموقف العظيم. انت كده حسابك 5 في 2 من قبله، يبقى انا عايزه منك 300 جنيه اول الشهر يكونوا عندي. حاضر الصباح. يلا اتكل على الله. خبيني خبيني خبيني. خش جوه تكنيله. في ايه يا اخويا؟ حد بيجري وراك كفله الشهر؟ حد جري قدامك دلوقتي؟ اه ده الواد سني ومشي من هنا. اشكرك. الا يا اخويا ربنا يعطرك فيه. مشي مشي يا منيل يا واد، انت اهلك ناس طيبين، ايه وجع القلب اللي انت فيه ده؟ وانا دخلت دكان ولا مدرسه وقعد قدام الميز بتاعتي بتديني الحصه. دمك خفيف قوي يا مضروب، عملت ايه يا منيل عشان المخبر يجري وراه؟ والله ما عملت له حاجه يا ست صباح، هو اللي جري ورايا. كذاب وكذب باظظ من عينيك. طب اغور انا بقى قبل ما يرجع. تعالى هنا يا منيل. هو انا يا واد مش خبيتك؟ ما خلاص يا عاوز ايه قبل ما يرجع؟ الواد العكش ده يا عمك عبد الله، انت عارف بقى عمك عبد الله طيب وملوش في اللبش ده. عاوزاني اعلمه لك؟ لا يا واد مش للدرجات، عرفه غلطه بس. يبقى اجيبه لك لحد عندك يبوس على دماغه. قشط. سلام. تاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده محل الحاج صبر؟ اه يا اخويا وانا بنته. خير؟ طب كويس قوي، احنا كنا عايزينه يعني. انست وشرفت انت واللي معاك. بقول لك ايه يا حاج نافع، خد بالك يا اخويا من الدكان عشان جالي ضيوف. ثانيه واحده بس اجيب الموبايل. انت حاج صبر؟ اي يا عبد الله، انت فين؟ طب بقول لك ايه، تطلع لي على بين السورين تجيب لي باقي البضاعه، ما ترجعش غير والبضاعه كلها معاك. ماشي؟ يلا السلام. اهلا وسهلا، من هنا اتفضل. هيما يلا يا هيما اصحى بقى. ايه يا نايات بتصحيني ليه؟ هو انت متجوزني عشان تقضيها نوم؟ بس انا مش بعتش نوم. طب يلا قوم، طب حتى عشان تفطر وارجع نام تاني. ماليش نفس. مالكش نفس وانا موجوده؟ قوم قوم، انا افتح لك نفسك. لسه هقوم اغسل وشي وافطر. عيب عليك، ده انا عامله لك فطار بشوات، بص كده لحد السرير وحياتك. طب اغسل وشي ازاي؟ ده انا عنون برضه على السرير. الفوطه دي نصها متعص ميه وصابون ونصها ميه بس. يلا بقى. انت بتحبيني يا نايات؟ عارف يا هيما، انا ممكن اقولها لك كلمه وتدخل من ودنك الحلوه دي تخرج من ودني الحلوه دي، بس انا نفسي اوريها لك في كل نظره في عيني، في اي حاجه بعملها لك. انا ناويه ادلعك الدلع اللي عمرك في حياتك ما شفته. انا قلت تاخدوا واجبكم الاول وبعد كده اي حاجه تانية محلوله. عملت لكم عصير احسن الدنيا حر حبتين. تاني عامر يا بنتي. اسمي صباح يا حاجه. عامر بخطوه الناس الطيبين اللي زيك كده. ربنا يكرمك يا صباح. المقابله الحلوه دي شجعتنا ان احنا نخش في الموضوع على طول. انا ليا ابن عمل حادثه من 5 سنين. يا ضنايا يا اختي، وجراله ايه كفله الشهر؟ هي الحاجه تبقى والده حماده، كان عمل حادثه كده من فتره ودخل مستشفى الدكتور عشماوي اللي والدك عمل فيها المراره. كل الناس هناك بتاكد انه خرج معاكم ومحدش بعد كده عرف له طريق. انا يا اخويا ابويا عامل المراره من يجي اكتر من 5 سنين. يعني حضرتك ما شفتيش حماده؟
والأمورة بقى تطلع مين إن شاء الله؟ مراته؟ لا أنا أخته. حضرتك ما شفتيهوش؟ أضحك عليك يا أختي لو قلتلك إن أنا شفته ولا أعرفه، ربنا يعلم. أصل الدكتور بيقول إن هو كان فاقد الذاكرة، يعني هو أصلا ما عرفش اسمه. ما هو اللي بتقوله ده يخليني لو شفته ما انساهوش عمري، بس يعلم ربنا يا أخويا أنا اللي شفته ولا عرفته. طب معلش يعني ممكن بس أسأل الحاج صابر، يمكن هو يعرف طريقه. بسيطة يا أخويا، أبويا بيصلي الظهر في الجامع وزمانه طالع، اشربوا بس أنتوا العصير. بقولك إيه يا حاج، نتغدى مع بعض بقى النهاردة. حبيبي يا ابني، قادر كريم يا رب يصبر قلبك. إيه ده؟ ده صوت أبويا باينه جه. حرام عليك اللي بتعملوا فينا ده. هو أنا لو مش متأكد يعني أجيبكوا هنا ليه؟ حرام انيار. جامعة إن شاء الله يا بنتي. الناس يابا بيقولوا إنك أنت تعرف واحد فاقد الذاكرة، صحيح يابا؟ هو الدكتور تامر مدير المستشفى حاج، هو اللي بيقول الكلام ده ومتاكد منه. انا ما اعرفوش يا انت متاكد يا عم صابر ان عمرك ما شفت ولا تعرف عنه حاجه؟ ما هو قال لك يا استاذ، وبعدين لو شافه ولا عرفه هنخبيه ليه يعني؟ ده احنا حتى ناس عندها قلب. عندي اذنكم. يلا يا ماما، انا كنت متاكده ان هو ملعوب من الاول. ملعوب ايه يا اختي؟ وهنلعب عليكي ليه بقى ان شاء الله؟ انا ما اقصدكيش انت، انا اقصد الاستاذ اللي جابنا من اسكندريه على ملا وشنا. اه طب يا جماعه والله كان بودي ان انا اضيفكم اكتر من كده، بس هعمل ايه يا حاجه؟ اديكي شايفه سايبه الدكان لوحدي، لو عايزين تستريحوا البيت بيتكم، عندي شمانة. يلا سلام عليكم استاذ. شكرا يا استاذ. العفو، شرفت وانست. أهلا مهلك يا ماما. الحمد لله وصلت بيتي. بقيتي أحسن دلوقتي؟ جسمي تقيل قوي يا حورية، كأنه يا بنتي متعلق فيه كاس رمل، مش قادرة أشيل إيد ولا رجل. معلش تقعدي ارتاحي. طيب أنا هكلم الدكتور يجي يشوفك. آه قبل الدكتور يا حورية، دي شوية مية يا بنتي رقي ناشف. حاضر يا حبيبتي. سيبك كده، انا لازم اكلم الدكتور يجي يشوفك. قبل الدكتور يا حوريه اطلبي اخوكي، عايزه اشوفه. حاضر. وديني اوضتي يا حوريه، عايزه يا بنتي استريح في السرير.